لو تكرمت، انا عندي حلال اللي هو غنم، ايه وعندي من عندهم ما عندي طبعا اللي هو الكبش اللي هو الخرفان، عندي منهم فخال اذا تعرف الرخ اللي هي النفي تكون. ايه فهل يجوز اني اضحيها ولا ما ايه يجوز؟ بلى يجوز، ليس مهما يضحي بالذكر، الذكر او الانثى كلها تضحي. جزاك الله خير يا شيخ، بس اللي بس استفسر منك اكثر ان هم انا قاعد اعلفهم، مو انهم يتعلفون من الارض، هل ادفع فلوس؟ لا، ما تدفع فلوس كيف؟ زكاة يعني قصدك؟ يعني كذا، لا ليس فيها لا زكاة. مو كذا، ان لازم اشتري يعني الضحيه لا ولا لا عادي؟ لا لا، خذ من غنمك. ما فيها اي ما فيها بأس، خذ من غنمك واذبح وضحية، ما عليك بأس. زين يا شيخ جزاك الله خير. انا طبعا الحين عشان العشر اللي هو ذي الحجه، اي فاني عشان لا اقص ولا اي شيء ولا هذا، هل يجوز اني اتطيب ولا ما يجوز؟ نعم يجوز الطيب، هذا كله جائز، فقط لا يأخذ من شعره وأظفاره. وإذا في الخطأ، أنا عندي يعني مع احترامي لك يا شيخ عادة اللي هي أظافر رجولي ولا أمسكها، وهذا في الغلط شلعت أظفر من عندهم، اي هل ما يعني استغفر، ما عليك بأس، ما دام فعلت نسيان ليس عليك شيء إن شاء الله. الله يجزاك خير. مرحبا بك.